يقول ذكر في الجنة كثيرا النعيم الذي للرجال ولم يذكر للنساء. كل النعيم الذي ذكر للرجال هو للنساء إلا الحور العين، بس كل ما ذكر للرجال في الجنة هو للنساء أيضا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم إلا الحور العين. فكما أن في هذه الدنيا الرجل يمكنه أن يعدد والمرأة لا يمكنها أن تعدد، بل ولا تقبل المرأة، الرجل يقبل أن يعدد، المرأة لا تقبل أن تعدد أبدا، هي ما تقبل أصلا إلا إذا كانت المرأة غير محترمة غير شريفة، ما تعدد أكثر من رجل في وقت واحد، لكن الرجل يمكنه أن يعدد في هذه الدنيا. كذلك الأمر في الآخرة، المرأة هي الوعاء فهي تقبل، وهي أيضا في الجنة لن تقبل أن يكون لها أكثر من رجل. فالله تبارك وتعالى يعطي كل إنسان ما يشتهيه وما يرضيه، وهذا الذي يرضي الرجل وهذا أيضا الذي يرضي المرأة. والله تبارك وتعالى جميع نساء الجنة مطهرات، أي حتى من الغيرة، يعني حتى هي ما تغار، حتى من الحور العين لا تغار، من الحور العين تذهب الغيرة أبدا. شفت عيال يزول شون مع بعض زينين مع تنم خوات، هكذا أبدا لا تغار منها ولا شيء. يعني قضية إن والمرأة الزوجة والعلم عند الله تكون أجمل من الحور العين. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الجنة، قالوا هن زوجاتهم في هذه الدنيا يكن أجمل من الحوريات. وأذكر من الطرائف، حدثتني أختي تكون كنا في الحج وواحدة تسوي لنا درس، فقعدت تذكر نعيم الجنة وكذا، فقامت واحدة قالت أنا عندي سؤال. قالت نعم. قالت أنا بالجنة ما أبي زوجي، أبي حوري. شلون؟ غاصة في زوجها تقول أبي حوري يوم القيامة، زوجي ما أبي. هذا الذي في هذه الدنيا. نقول الإنسان يأخذ ما يشتهيه، يعني واحد ذاك يوم يسأل يقول يصير أدخن في الجنة؟ أنا أحب التدخين الصراحة. أنت أدخل الجنة زين، وستنال كل ما تتمناه أبدا. فهذه القضية، قضية الحور العين، فقط هي الفارق بين الرجال والنساء، والنساء ما عندهن مشكلة يوم القيامة. سم اللي ما تزوج تزوج، تزوج اللي ما تزوج في الدنيا الله أعلم، لكن سترضى لا تحاتي، الله أرحم منك ومني سبحانه وتعالى. وسيرزقها الزوج الصالح هناك في الجنة، إما رجل لم يتزوج وإما رجل متزوج تكون معه، لكن سيرضيها الله جل وعلا. الثاني